أزروضو هاد المكان هذا وهذا الفضاء اللي دزتو فيه وصورتو فيه بعض اللقطات. هاد المكان تقريبا 25 عام وانا كنصاوب فيه، لان انا تقني سويزا مانويل تكنيسيان دو فورماسيون تكنيسيان. وفي الاول بغيت نديرو باش ولادي ملي يجيو لهنا يلقاو راحتهم هما ولادهم. واخيرا بقيت كنعيط للاخوان والساكنه ديال ازروادو واحد بواحد، وبداو كيجيو وبدينا كنديرو واحد اللقاءات ومحاضرات اللي هي محاضرات ثقافيه باش نعليو بالمعنويات، باش نحسنوا بعض العقليات اللي هي كاينه عندنا مازال هنايا في هذه النواحي هذه اللي كانت صالحه في واحد الوقت. واليوم ولادنا ولاد ولادنا غادي يلعبوا في واحد الساحه ديال العقل الاصطناعي. ولهذا هذا الشيء اللي كتشوف كله هنا شويه بشويه كنحط بعض المعلمات، اون اوفر سو كو جابيلغي اون اوفر دار لوان دو لا، مي شي حوايج اللي هما كيمثلوا ثقافات اخرى، كنحطها حدا الامورات اللي كيمثلوا الثقافه ديال هذه البلاد هذه. هذا يدل على التعايش، على احترام الاخر، على بانه ماشي غير انا اللي عندي الذي يمتلك الحقيقه التامه، ولكن اذا مازال كنخدموا في العقل ديالنا التسامح راه كاين شي مشكل. انا ما كنقولش التسامح، كنقول التعايش. ولهذا هذا المكان هذا اللي هو جو لوفر غراسيوزمون ا دي بيرسون كوم فو بحال نتوما اللي جيتو، و كونتينيي ا الي سور ان شومان واحد الطريق اللي هي طريق ديال الانوار، طريق ديال التنوير بليتو. عليها كتشوف واحد العدد ديال الرايات اللي هما كيمثلوا جميع الدول بالعقل ديالهم، خاصة بالثقافات ديالهم والمجتمعات اللي هي كل مجتمع عنده ثقافته. وانا عارف بانه لي بلي غروند ناسيون سون ريكوني سولون لو نيفو انتيليكتويل دو لو ريسورس هيومين. وتقريبا 25 سنة هي وهذا الشيء كيتصاوب شويه بشويه. قلت لك هنا راه مبني غير بالحجر ديال الواد، وانا تقني شوي ان سبيسياليست دو تو سكي مانويل. جو سوي با تكنيك، جو سوي با بروفيسور، جو سوي با يونيفرسيتير ولا سميتو، مي جو سوي دون فورماسيون تكنيسيان. وعليها هذا الشيء كيتصاوب وكيبان لكم انتم شي حاجه، ولكن انا بور موا سي نايف، سي كيلكو شوز دو جو با ان ارتيست زعما بارمي لي les grands artistes. Voilà que c'est ni had chi qui dit à la peut-être de l'esprit ديالي انايا ولا لا مونتاليتي ديالي. وهذا هو كل واحد تقريبا كيلقى راحته في كل مكان انايا اللي شفتو نتوما غادي تدوروا. كنتمنى يعجبكم. من لقيتها يعني انا سافرت بزاف، مشيت لبعض الدول، واحد العدد ديال الدول، ما نقولش الدنيا كلها مشيت ليها، بعدا من نص ديال الدنيا ولا ان بو بليس اللي سافرت ليها ملي كنت صغير مع الزوجه ديالي. وكل مره ملي كنمشي لشي بلاصه ملي كتعجبني، واحد العدد ديال التحف اللي كاين هنا اللي ما شريتهمش قاع هداوهم ليا شي ناس وجبتهم وبغيت نوريه. قلت لك الساكنه ديال هذه البلاد والاخوان والاصدقاء ديالي بانه كاينين ثقافات اخرى، لان كاين واحد العدد ديال الناس ما عمرهم خرجوا من هذه البلاصه هذه، بقاو غا هنا، خلقوا هنا وكبروا هنا. كاين شي منهم خلق هنا وكبر هنا وتزوج هنا وولد هنا ومات هنا وتدفن هنا، تيقول لك راه كنت في الدنيا. هذا الشيء اللي كاين. انا بدي ما عارف شحال كاين واحد العدد وحافظهم انايا وعارف كل حاجه في فين هي في بلاصتها وداك الشيء. كاينين هنايا واحد كاينين هنا غا حداكم هنايا كاينين ربعه ديال التحف اللي هما سي دي زوفغ دار ديني دان ميزي دار اللي هما عندهم واحد القيمه كبيره، لانهم هما سي لو سول ارتيكل كي اكزيست سور تيغ او موند، وهم موجودين هنايا غير شي ربعه ماشي بزاف. الاغلبيه ديالهم سو سون دي كوبي، سي دي نسخ، وكاين اللي عنده، ولكن كاينين شي قلت لك شي ربعه هنايا ما كاينينش، كاينين غير في ازروادوم.
هما كاين شي ناس كيجيو كيعرفوك كيعرفوك، قال لك بانه هذه سي لونيك، هذه راه بياسه كنا كنقلبوا عليها وسمعنا عليها وهي موجوده عندك هنا موجوده هنا في أزرواضون. المستقبل ديالو انا بدات انا كنفكر اليوم، عايش اليوم، عايشني اليوم، وديك الشيء الاخر هذاك غادي يبقى للمستقبل، لان واحد العدد ديال 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 الاماكن اللي هي بنوها الاجداد والاجداد واليوم طاحت، واحد العدد ديال القصور، واحد العدد ديال الاماكن اللي هي كانت عايش كانت كتستقبل واحد العدد ديال الناس، ولكن الناس وصلوا لحاجه اخرى. بحال قبل، قبل الناس كانوا كيعيشوا فوق الحجر، لان ما كانتش مازال من الحمايه ما دخلتش هنا، كانت السيبه. وانا اليوم الحمد لله من جا الاستقلال وجا الامن، الناس هودوا وسكنوا حدا حدا الشانطي حدا الطريق، وخلاو ديك البيوت ديالهم ولا الديور ديالهم اللي كانوا يبناو، ولاو اطلال اليوم طاحوا ديك الشيء هذاك. مالوغو سي شويه ديال سميتو، الناس اللي بريفير اجوردي كونستروي افيك دو بيتون افيك دو كليماتيزاسيون، وهذا هو بون. كنتمنى هذا الامر هذا، راه ولادي ايفيدامون عندي الدراري، وكاينين الناس اللي هما يقدروا يبقاو ملي نموت انا، لانه لا في بيل باسكو لي لا مور. انا كنشوف اليوم، البارح سي ان ريتروفيزور بور موا، وغدا سي ان سي ان بار بريز. انا جو فوا كنشوف راسي اليوم وشنو هي العيشه، جون بروفيت دو مومون بريزون مع الناس اللي كيجي، ومع العائله، مع فيك لي جون فيك كي جو بو بارطاجي. بحالكم نيت نتوما ملي جيتو هاد اللحظه هادي، واخا تقلب عليها ما كايناش، عليها كيخص الانسان يحاول يشوف الواقع اولا، ويشوف الحاضر ويعيشو لو سافوغي، اي دوما سا سيتي نوت بروبليم. الهدف ديالو، لانه ما كانش عندي شي هدف، ما كانش عندي شي حاجه اللي بغيت كنت نديرها، ولا كنت عارف هاد البلاصه هادي غادي تجي ليها انت اليوم ونصورو هاد لا فيديو انا وياك. دونك واش تحقق هذاك، سا سي سي لافير دي زوطخ، ديال اللي معروضين هما اللي غادي يشوفوا. اما انا دوبوي لو بروميي جور، انا جو من ديك الناس اللي هما جو في بور موا، جيم لي زوطخ كوم اي سون، جو ني برون با ترو لا في او سيريو، باسكو بيرسون نو سي دو كوا اي لي في دومان.